الإسلام عليه دين. أيوة. أنت في محامي ليه؟ مين اللي ضحك؟ هات المتهم ده أثناء قيام المحكمة. اتأكد من حضور المتهمين والدفاع. قام المتهم. فين هو؟ اسمك ايه؟ قام المتهم احمد محمد اسماعيل. بتضحك بسخريه بصوت عالي. الأمر الذي اعتبرته المحكمة إهانة لها وتحقيرا وازدراء. عمل المحقق المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قبل لإهانته هيئة المحكمة ووجهت إليه تهمة الإهانة لمحكمة قضائية بجلسة علنية. الأمر المعاقب عليه بالمواد 133 فقرة 2 و170 و186 من قانون الإجراءات الجنائية نيابة. نيابة طالب تطبيق أكثر عقوبة قدر المتهم. دفاع الحاضر مع المتهم مين؟ فضل رافع في القضية بتاعت الإهانة. الميكروفون عشان المتابعين تسمع. انا استسمح عن الدكتور الكريم واستسمح بدارهم الطاقه في ان تعفو عن هذا المتهم قبل هذه التهمه، وانا افوض امر لله ثم لعنه الجميع. اسم طلب الدفاع. فضل سلام. رجع المتهم لمحبسه. يكون واضح لجميع المتهمين انتم في محكمه فيجب ان يكون تصرفكم وسلوككم قائم على الاحترام والتوقير لهيئه المحكمه والا ستؤاخذون بالقانون. بعد الاطلاع على المواد 304 فقره 2 313 من قانون الاجراءات الجنائيه والمواد 133 فقره 2 171 186 من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم أحمد محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش بالحبس مع الشغل لمدة سنة.